فكان عندنا في المحاضرة الماضية مشروع ديزاين بروجكت ماشي، واتفقنا معكم انه نوزع الأعمدة كما ترى ماشي، واحد اثنين ثلاث، ثلاث أعمدة باتجاه اكس، واحد اثنين ثلاث، ثلاث أعمدة في اتجاه واي، مسافات في اكس 9.5، مسافتين متساويات، ومسافتين باتجاه واي متساويات 5.5. الجسور الرئيسية B1 وB2 وB1، والجسور الثانوية B3 وB3، وسلابتنا محملة باتجاه واي عمودية على B1 وB2 وB1، يعني كل هذه المساحة محملة على B1 وB2، وكل هذه المساحة محملة على B2 على B1 كالمعتاد. لذلك تسليح هذه المساحة البيضاء، تسليح هذه المساحة البيضاء كاملة عبر استخدامك لستريب، صح؟ عرضه 1 متر، هذا الستريب لما تسلحه كأنك مسلح كل الزون كاملة، مش هيك؟ ففي المحاضرة الماضية بالنسبة للسلابي زي ما أنت شايف 5.5 5.5، وبالنسبة للبيم 1 9.5 9.5، بيم 2 9.5 9.5، بيم 1 بيم 1 9.5 9.5، وبي 3 5.5 5.5. فطلعنا سماكة السلاب إذا أنك فاكر 0.23، وكتبنا تراي شو 0.25. الجسور من شرح ماضي وشرح حاليا المسافة 9.5 one end continuous، فطلعت العمق 0.72، والعرض إلا على 20 طلع 0.48. ظبطنا الأرقام، فكان عندنا ترايل سكشن 500 ب 750 للجسور بي 1 وبي 2. الجسر بي 3 اذا انك فاكر له سبانز عدد 2 5.5 5.5 على 18.5، وكبرناه 20% لانه ما عليهوش لود كثير زي بي 1 وبي 2. ف يعني اقترحنا سكشن 300 في 400. بدينا بتسليح سلاب اذا انك فاكر. سلابي سماكتها 0.25، لذلك وزنها 0.25 25 6.25 كيلو نيوتن لكل متر مربع. و W ultimate 1.2 did زائد 1.6 live اعطتنا لود على المتر المربع 18.3 كيلو نيوتن. هاي الاستراكشرال موديل للسلابي، تو سبانز، هاي لود تمام، وهي كروس سكشن ريكتانجولار 1000 في 250 ب 200 طرحت كفر 50 ملي. بالنسبة للشير إذا فاكر، تو سبانز ايدنتيكال زي بعض متماثلات، فالسبان هذه شير دبليو التمت ال ان على 2 1.15% دبليو التمت ال ان على 2، الكبير هو 1.15% دبليو التمت ال ان على 2. إذا فاكر في المحاضرة الماضية أيضا سبان طولها 5.5 وعرض الجسر 0.5، لذلك ال ان كانت 5، فكان الماكسيموم شير 52.6. سامح لك الكود تبعد عن الفيس اوف سبورت دي، لذلك طرحنا من القيمه اللي على الفيس اللود في البوينت 2، فطلع معنا الشير 48.94. قدره تحمل الخرسانه للشير 5 في سي 5.66 لامدا اس لامدا رو دبليو كوب ثلث جذر اف برايم سي بي وود في دي، لامدا اس 1 لانه دي اقل من 250 ملي، لامدا 1 لانه نورمال ويت كونكريت، رو دبليو الاصل انك توجد تسلح اول شيء للفليكشر او انك تفترضها المينيموم، فانا فارضها المينيموم رو دبليو 0.0018، عدلناها اتش على دي طلعت 0.0225، فطلعت 5 في سي 68 اكبر من الالتيميت، فلذلك اوكي. ذكرت لك انه بامكانك مثلا انت تجرب مثلا 22 سم. بالنسبه للفليكشر نفس الموديل دبليو التيميت ال ان تربيع على 24 وعلى 9 وعلى 11، وهذا نفسها ما هي، فلذلك معك السكشن ومعك المومنت، فبتوجد لكل مومنت رو تمام والاريا اوف ستيل كل واحد فيهن. هذه رو طلعت اقل من يعني الاريا اوف ستيل هون طلعت اقل من اي اس مينيموم اذا انك فاكر، اي اس كانت 260 واي اس مينيموم 450، لذلك مش رايحين نستخدم اريا اوف ستيل اقل من 450. الحديد هون 450، هون 700، هون 564. استخدمنا قضبان فاي 12 كل 250 ملي بنمده لعند ثلث السبان، او اذا بدك تكمل لهون عادي ما في عندنا مشكله. والحديد اللي عند السبورت برضه لثلث سبان، ثلث سبان، حديد 14 كل 200، والشكل طبعا سيمتري،
الحديد السفلي داخل في سبورت ال دي تي، داخل في السبورت لاخرها، يعني مهما يكون عندك لاخرها في كفر 4 سنتي مع الهوك هذه اللي هي من الجدول، الطول قديش تعرف قديش طولها. فهذا هو المين ستيل اللي باتجاه واي، اتجاه اكس اذا فاكر من الموديل اللي هو ببين النقاط الشرينكج اللي هم 450 ملم مربع اللي كانوا فاي 12 كل 250. درسنا ايضا الجسر بي 2 الجسر الداخلي اذا انك فاكر بيحمل نصف ال 5.5 زائد نصف ال 5.5 ضرب 1.15% صح؟ ف 5.5 في 18.3 زائد الوزن بيطلع طلع معنا 111.9. فال ان طبعا ال 9.5 ال ان نعرفها اذا عرفنا ابعاد العمود، ابعاد العمود لسه مش عاملين ديزاين، لذلك فرضناه 0.3 في 0.3، لذلك طرحت من 9.5.3 يعني 0.15 0.15، فصارت ال ان 9.2 بالعشرة وال ان 9.2 بالعشرة. تمام، هي رسمة المومنت دياجرام W ultimate ال ان تربيع على 16 وعلى 9 وعلى 14 وهذا من زيها. فطلع المومنت 592 و1052 و677. لكل واحد من هذول المومنتس بتطلع له رو واريا اوف ستيل. تمام؟ فال 1052 طلعت له رو 0.0141 تحت الماكسيموم للسنجلي واكبر من مينيموم. فهذا اكبر واحد، معناها اكيد البقيه اقل من الماكسيموم للسنجلي. صح؟ ما دام الكبيره طلعت اقل من الماكسيموم للسنجلي معناها كلهم اقل من الماكسيموم للسنجلي. واي قيمه بتطلع تحت المينيمم خذ المينيمم. فاذا المومنت 1052 طلع له حديدات 6.32 والمومنت 677 طلع له حديدات 4.32 والمومنت 592 طلع له حديدات 4.32. وفيما يتعلق بالشير في عندنا تو سبانز ايضا متماثلات، سبان هذه شير ليفت 515 شير رايت 592. هذا سبان شير ليفت 592 وشير رايت 515. سلحنا احنا سبان واحده وبدل ما نسلح لقيمتين 515 و592 سلحنا لواحده فيها. هذه ال 592 بدها كانات هون بنعممها برضه هون، فلا ربع سبان وربع سبان في النص بيع اثنين. هاي السكشن 500 750، شير 592 هيو. تمام، بامكانك تبعد دي اذا فاكر، فناقص اللي هو اللود في الدي بيطلع 517. يعني لاحظ في توفير، بدل ما تعمل ديزاين على 592 تقدر تعمل ديزاين على 517 اذا تلاحظ. ففي التيمت على فاي يعني 517 تقسيم 0.75 طلعت 689.3. الفي سي في معادلتين انا استخدمت هذا بس انا بفضل الثانيه على اساس تكون بالسيف سايد. في سي طلعت 295.4، هذه في سي 295.4. فالفي اس في التيمت على فاي ناقص في سي، الفي اس 689، الفي التيمت على فاي 689 والفي سي 295، هذه اكبر من هذا، اذا ضل في فرق اللي هو الفي اس. هذا نعطيه لمين؟ للاستربس. لذلك ايضا لازم تتاكد انه هذا الشير الفي اس الماكسيموم فهي تحت 181.8 اكبر من 393.9. يعني اوكي، ما دام انه السايز للكروس سكشن مليح روح للكيانات اي في على اس، في اس على اف واي تي في دي طلعت 1.4، بدك تتاكد انها اكبر من المينيموم والمينيموم 0.42 هي اكبر، فالوضع تمام. ايضا علشان تعرف الكانه نفسها كم لق لها، فشفنا انه ما دام عندي ال في اس اصغر من ثلث جذر اف برايم سي دي في دي، سامح لك الكود المسافه بين لقوة اخرى دي دي او 600 which is smaller، فلذلك السمولر 600، فالمسافه بين لقوة الثانيه 600، انت عندك ما هو جسرك 500 معنى اكيد المسافه بين لقوة الثانيه تحت 600، اذا بتحتاج لتو ليجز فقط. طبعا اذا انك زدت عادي بس ما تنقصش، يعني افرض واحد استخدم 4 ليجز حر، فلذلك احنا استخدمنا 2 ليجز. فال 2 ليجز يعني 2 في 113، زي ما حكيت لك بدك 4 ليجز انت حر طبعا. افرض واحد بده 4 ليجز فاي 10 عادي، 4 ضرب 78.5. انت المهندس الرائع. ودائما دائما كل ما انك قربت الليجز بيكون احسن، مفهوم يعني. اما كمواصفه مسموح. ف 2 في 113 226،
فمعك AV 226 وAV على S معك 1.4، إذا الS هي 226 على 1.4 يعني 150 ملي تحت الماكسيموم اللي هو دي على 2. إذا كتبنا بدنا نستخدم عند الأطراف كل 150 وفي النص دي على 2 يعني 300. هاي رسمة مرتبة وأنت بدك ترسمها لل يعني باستخدام الأوتوكاد وتوسكيل، ورسمة مرتبة رائعة جدا. فهذه الرسمة زي ما أنت شايف. طبعا لسه احنا عرض السبورت مش معروف تماما صح، لانه لسه عرض الكولوم مش معروف مزبوط ولا لا؟ اللي بدك الاصل هذا العرض ما بعرفوش حاليا صح حسب الكولوم، بس احنا فرضناه حتى هذا اللحظه 0.3 مش هيك؟ ماشي. فلذلك الاساور الان 9.2 بالعشرة ربعها هون ربعها هون، لذلك كتبنا 2.3 2.3، 1.12 كل 150، 1.12 كل 150 في النص، 1.12 كل 300. وسبان هذه ما هي زيها، هذا فيما يتعلق بالأساور. بالنسبة للمومنت إذا فاكر حديد سفلي 4 فاي 32، أي 4 فاي 32. إذا بتحب توجد الأطوال هي المسافة الكلير مبينة من هون لهون، معك المسافة من هون لهون ال دي تي برضو معك فورمولا بتوجدها، المسافة من هون لهون مش شرط فورمولا، خلاص داخل القضبان للآخر رجع هون قديش 40 ملي، والعكه في هذه هي موجوده في الجدول فانت بتعرفها. حديد العلوي زي ما حكينا في المحاضره الماضيه، الاربع قضبان مديت انا 2 لنص سبان، وكملت اللي بضل هون، ضل 2 هون، ضل 4 لانه هون 6 في عندنا، هون ضل 2. فهذا الحكي من شان شو؟ التوفير. احنا وصلنا لهون، هذا سكشن، سكشن اي اي شاف بمر هذول القضبان هذول، لذلك طلع هذا السكشن. احنا صممنا ريكتانجل، لكن انا رسمت لك علاقه الريكتانجل مع السلابي عشان الواحد يعرف بالتنفيذ، لانه حكينا لك سابقا بجوز هذا جسرك 750 الجزء هذا مش تحت فوق، وده لا بجوز في الواقع، بجوز 750 هذول المسافه من هون لهون نصها فوق نصها تحت صح ولا لا؟ فانت المصمم، اذا لازم لازم انه انت تشوف او ترسم او تبين علاقه السلابي في البي. فهذا عمو سكشن. وصلنا لعند هون في المحاضرة الماضية، معنا نكمل لك الجسر بي 1. تمام، الجسر بي 1 طبعا نفس الفكر، الجسر بي 1 لو رجعك عليه هاي الجسر بي 1، هاي الجسر بي 1 شايفه بيحمل وزن الذاتي وبيحمل جدار ونصف الخمسة ونص. الجسر بي 3 عشان ما نردش ارجع هذا الشكل، الجسر ايو بي 3 شايفه خمسة ونص خمسة ونص، بيحمل وزن جدار ووزن الذاتي. تمام، فلذلك هاي الجسر بي 1. فزي ما انت شايف ال 9.5 ال 9.5 ال ان 9.2 بالعشرة و 9.2 بالعشرة على اساس انه الاعمدة 0.3 في 0.3 ماشي عمو. فيا جماعة يا محترمين اللود 5.5 على 2 في 18.3، طبعا الكل سامع صح والكل معنا، لانه اليوم لا حدا منكم حكى ولا حتى حدا كتب كلمه، خاف احكي بخرف بحالي. حتى نشوف في تلميذ بكتب ماشي موجودين ماشي ربنا ستر. فيا جماعه يا محترمين ممتاز. فلذلك الجسر بي 1، الجسر بي 1 ماشي 9.5 9.5، طرحنا 0.3 هاي 9.2 بالعشرة 9.2 بالعشرة زي الجسر بي 2. اللود اللي عليه 5.5 على 2 في 18.3 زائد وزنه الذاتي عرضه 0.5 عمقه 0.75 جاما للكونكريت 1.2 لود فاكتور تحويل من سيرفيس لالتيميت، وفي عندنا جدار، انا الجدار عندي 12 كيلو نيوتن للمتر 12 ضرب 1.2 تمام هاي 76. طبعا زي ما عملت في الجسر بي 2 رح تعمل في الجسر بي 1 حرفي. هاي المومنت W Ultimate الانتر بي على 16 على 14 على 9، وهذا سبان على 9 على 14 على 16 ال ان 9.2 بالعشرة W Ultimate 76، اذا 402 460 715. وطبعا هذا الجسر ابعاده زي بي 2، اذا عن غيب عن غيب لو انت حتى ما قارنتش اي رو مع رو ماكسيمم للسنجلي مش فارقه صح؟ لانك قبله اشتغلت بي 2
ونفس الأبعاد والمومنت أعلى. إذن بس هنا بتركز على شو؟ على المينيموم، لأنه بجوز يطلع أحد المومنتس بده ستيل أقل من المينيموم. شيء أيضاً الشير W ultimate LN على 2 و 1.15% W ultimate LN على 2. إذن 350 402 402 350، زي ما سلحنا هناك هذا سبان بسلح فقط لل 402 وبعمم ل 350. هاي الاريا اوف ستيل، فيش داعي كل واحد منهم بكتب له رو وكذا. هاي المومنت هذا اللي هو 350 رو بوينت 005، زي ما انت شايف اكبر من المينيموم بوينت 0033، اقل من رو ماكسيموم للسنجلي بوينت 018 بوينت 0092 بوينت 0057. لاحظ كل خير وبركه. لاحظ انه هذا الجسر اكبر رو بوينت 0092، يعني بامكانك مثلا تخفضه 20 سم فرضا، احنا عاملينه 500 750، افرض اجى على بالك تخفضه 20 سم فرضا او 15 علشان ترفع رو، انا ما عندي مشكله. لكن زي ما حكيت لك اذا بتوحد اريح في الطوبار يعني. اما في مجال معك، لاحظ بوينت 0.092 طبعا مقبول، اذا زي ما حكينا معك من بوينت 00 من بوينت 01 لبوينت 014 طبعا هو معك كل شيء من بوينت 0333 لبوينت 018 وحتى معك دبلي، مش هيك اتفقنا؟ فمعك مجال مفتوح جدا، لكن احنا بدنا الاقتصاد تمام. لذلك بامكانك تخليه زي ما هو زي ما انا اخليه، او انك شو تزغره 15 20 سم عشان ترفع رو يعني، نرجع لك انت امن ما عندي مشكله. اذا هي الحديدات 4 فاي 32، 4 فاي 25، و 4 فاي 25. يعني لاحظ هذه 0.057 0.05 طلعوا نفس الكثبان 4 25 4 25، صح ولا لا؟ فلذلك يا جماعه يا محترمين هذا الفليكشر. الشير 402 زي ما شفنا، ففي ألتيميت الديستانس دي 402 تطرح منها اللود 76 في المسافة اللي مشيتها اللي هي دي. فالشير انخفض من 402 على الفيس إلى 351 الديستانس دي فروم فيس. لاحظ في مجال معك 50 كيلو نيوتن صح؟ ال في سي كالمعتاد سدس أو 0.17، يعني هسه إذا واحد كتب 0.17 أو واحد كتب 1 على 6 في فرق صغير، لأنه 1 على 6 0.16667 صح؟ فلذلك يعني لو فرق بيني وبينك شيء منطق عادي، افرض طلعت معك 290 ما عندي مشكله، طلعت معك 300 ما عندي مشكله، لانه بتعرف الكود مره بكتب لك 0.17 مره سدوس، يعني مش شيء كارثي. فاذا هاي الفي سي 295.4 والشير 351.10، فالفي اس في التمت على فاي ناقص في سي 351.10 على 0.75 ناقص 295.4. فالـ VS الحديد اللي بده يقاومه اللي بده مقاومه او الشير اللي بده مقاومه الاساور 172.7، فهذا اقل من VS ماكسيموم. انت بتقدر تستعين في الارقام الماضي للسكشن للجسر في بي 2 وهو معك VS ماكسيموم نفس السكشن، فهذا اقل من VS ماكسيموم اذا فات. فما دام انه اقل اذا AV على S بتساوي VS على FYT في D. هاي الـ VS 172.7 على FYT 420 و D 670، بيطلع معك الـ AV على S 0.614 أكبر من AV على S minimum، برضو محسوبة في B2 صح؟ وأيضا هذه الـ VS أقل من ثلث جذر إبرامسي، فاكر؟ فإذا S maximum الصغير من دي على 2 أو 600، فقديش الـ S maximum 335؟ طيب قديش الـ S تبعتنا؟ 226 اللي هو 2 ليكس باي 12 على 0.614. شوف قديش تعطي الاس 368، قديش الماكسيموم 335 قراب صح. اذا انت ممنوع تستخدم اكبر من 335، يعني شو 300 صح. اذا انت مكتوب هون يوز 1 فاي كل 300، شو كاتب هون؟ ثرو ذا هول سبان. ليش هون عملنا ثرو ذا هول سبان؟ لانه اكبر شير اعطاك دي على 2 وعندك نيه انت تحط في النص برضه دي على 2، اذا شو؟ صار على الطرف دي على 2 وصار في النص دي على 2. اذا هل يعقل تكتب على المخطط هذول المترين دي على 2 هذول المترين دي على 2؟ اذا عمو كلهن هذول مع بعض شو؟ دي على 2 شيء. فاذا يوز 1 فاي 12 كل 300 ثرو اوت او ثرو ذا هول سبان، يعني في جميع المسافه الكلير سبان كلها اللي كانت يعني وحده تو ليجز كل 300.
هاي رسمة لهذا الجسر زي الجسر السابق. الحديد السفلي 4.25، لاحظ ما عملتش فيه قط، خلص 4.25 مديتهم من آخر الجسر آخر العمود ودخلتهم هون من هون لهون اللي هو إيش؟ الدي تي. تمام؟ ماشي، إذا اللي عليك امتحان ديما ماشي، يعطيك العافية وموفق إن شاء الله، مع السلامة. على راسك. فبالنسبة للجسر الحديد السفلي، ماشي، الحديد السفلي 4.25، تمام، 4.25 هيو داخل للصبور في النهاية وفايت هون، ونفس الحكي هون. الحديد العلوي هون طلع 4.25، لاحظ أنا اثنين منهم مديتهم للنص، طلع هون إذا فاكر 4.32، خليت اثنين واثنين نفس السياسة السابقة إذا فاكر، الفرق بظل 2.32 ثلث سبان ثلث سبان، فاكر 2.25 ثلث سبان. هذه الطريقة أنت بتوفر، طبعا بدكش توفر تعمل الشيء هذا بتشطبه، شايفه هذا الخط بتشطبه، هذا الخط بتشطبه ليش توفر، هذا الخط بتشطبه، بس بتكتب على هذا شو 4.25، وهذا شو 4.32، وهذا 4.25 عادي، لكن طبعا مفهوم الدنيا اقتصاد. فهذا يا جماعة يا محترمين الجسر بي 1، ولاحظ كتبت لك شايف على طوله، تمام، 1.12 كل 300. وهي سكشن، شايف هذا السكشن بمر ب 4.25 وبمر ب 4.32 وأساور بمر برضه في منطقة أساور 1.12 كل 300. إذا هذا هو السكشن، ولاحظ كيف شايف رسمت لك علاقة السلابي مع الجسر أو علاقة الجسر مع السلابي، لاحظ السلابي موجود من طرف، تمام. وذكرت لك سابقا في عدة محاضرات انه انت اذا انك ربطت المعماري بالانشائي بيكون احسن دائما، تمام. يعني كثير مرات خاصة الجسور الخارجية، يعني مش انت عامل جسر خارجي هيك، طب افرض بيت كله زجاج، بيت محيطه الخارجي جميعه زجاج مثلا، وانت بتعرف انه فوق السلابي في ايش؟ بلاط. طيب لو انا بدي ارسم لك، لاحظ بالفترة فترة بعطيك أفكار لأنه أنا رأيي أهم من كل هذا الكلام، يعني ماشي. هسا عندك سلابي، أنت عندك سلابي، ماشي، هاي سكشن، في جسر متدلي وهنا بلاط. هسا البلاط مثلا سماكته مع الطمم 15 سم، طب مش الأحسن إنك أنت تعمل سن زي هيك؟ ليش زي هيك؟ لأنك أنت هون بتطم وبتحط الموني وبتبلط، تمام. اذا لاحظ البلاط بيطلع مرتب. هسه في الواقع للاسف اللي بيكونش عامل كونكريت هون بيكون بحط هون ايش؟ طوب واشياء يعني خربانه، يعني ليش؟ لانه الرمل بنط تحت وده لا الطمم او الجرافيت. اذا انت كون مثلا مهندس رائع جدا ومميز، تقدر تعمل جسرك الخارجي زي ما انا راسم لك، شايف؟ تقدر تعمل جسرك الخارجي له نتوء مثلا 100 ملي 150 ملي. اذا جسرك هاد شايف بتكون انت مستفيد منه انشائيا معماريا وفانكشن، يعني تطلع كيف البلاط والطمم وإشي زي هيك. مثلا المناور بتعرفوا، مش انت خبراء مناور؟ هسه المنور مثلا هاي انا عندي سكشن في سلابي، شايف؟ وهذا منور، طب هو نفس الشيء، مش في بلاط وطمم؟ إذا لازم ويستحسن إنه إيش أنت تعمل عشان لما تبلط، ماشي، الطمم ما ينطش بالحفرة. طبعا هو بالواقع للأسف كثير من الناس بيسووا شيء زي ما بحكي لك، إما بحط هيك شوية باطون بشكل عشوائي، ممكن يبني شوية طوب بشكل عشوائي، يعني قصدي إنه بيكون الإشي مش هندسي. صح أنت لما تمر من شارع بتلاقي هالعمارة ما أحلاها ومش عارف إيش، لكن لو تشوف اثناء التنفيذ تلاقيها كارثه، تمام، بس ربنا ساتر. لذلك انت دائما اربط اشياء معماريه وانشائيه وفانكشنال، يكون كل شيء براكتيكال، دائما هيك بتكون انت مهندس مميز. هسه انتم لسه مش متخرجين، ماشي، لذلك انت حاليا طالب مش فارقه معك كثير، لكن لما تتخرج انا بتمنى انك تكون مهندس مميز دائما، لانه للاسف كل الناس على راسي كثير كثير للاسف مهندسين مثلا لا في تميز ولا في حاجة، يعني هيك بصير تقليدي. فكل المهندسين، ما أنا بدكش، يعني أنا ما بفضل إنك تطلع مهندس تقليدي
زي البقية، لازم تكون أحسن ومميز ورائع جدا. ماشي عمو؟ فلذلك يا جماعة يا محترمين، هذا هو الجسر، شايف علاقة السلابي في الجسر، أي المكان محل ما احنا عملنا قط، حديد سفلي هي 4.25، حديد علوي 4.32، وأساور 1.12 كل 300. وذكرت لك في شرح ماضي في أحد الصور برضو إنه شايف اللي شايف العكفي هذه تحطهاش هون. ليش هون؟ لأن هذه مثل نقطة ضعف، صح؟ العكفي هذه لاحظ في كونكريت كثير وراها لسلابي. هون العكفي لو كانت فيش كونكريت غير كفر 4 سم. فلو حصل مثلا يعني لود خارج زيادي، افرض انه صار زلزال فرضا في دار مش مصممها انت للزلازل، صدق لو انت صممتها جرافيتي وطبقت تعليمات الكود 100% راح تقاوم شيء كويس. فلذلك انت حتى لو بدك تصمم للزلازل، طبعا لا ينصح بذلك، لازم تصمم للزلازل، لكن لو مثلا والتزمت باشياء والتقنيات باذن الله بيكون الاشي يعني مرتب والاضرار قليل. فلذلك هذه الهوك شايف بدها تكون هوك زي ما انا رسم لك اياها، تكون جوا الكونكريت ماشي، وتحطهاش هون، تحطها منها. تمام، هذا عمو الجسر بي 1. نيجي للجسر الصغير البيبي بي 3. هذا بي 3 شايفون في له تو سبانز 5.5 5.5. تمام، واتفقنا احنا وياك انه الاعمده بون 3 في بون 3، اذا 5.2 بالعشرة ال ان و5.2 بالعشرة ال ان. تمام، اللود وزن الجسر عرضه في عمقه في جاما في لود فاكتور، زائد الجدار 12 في لود فاكتور اللي هو 1.4 يعني 21. لاحظ يعني هذا الجسر لوده 21 عسبان 5.5. الجسور البقيه اذا انك شفت فاكرهم بي 1 وبي 2 كان اللود 100 يكون عسبان 9.5، صح؟ لذلك هذا هو الجسر، هذا الموديل، هاي البندنج مومنت انفلوب على 16 على 9 على 14 مومنت 35، هناك كان فاكر 600 700 63 وعشر 40 6 بالعشرة، لاحظ الارقام صغار. والشير برضه دبليو التيميت ال ان على 2 1.15% دبليو التيميت ال ان على 2، شير 54.6 وشير 62.8. وزي ما اشتغلنا بالبقية الجسور اخذنا الماكسيم من هذا وهذا. بالنسبه للفليكشر هيو تلخيصه، المومنت هذا اللي هو 54.6 طلع 0.0028 اقل من 0.0033. اذا استخدمنا شو ال 0.0333 يعني الاريا اوف ستيل 340. المومنت هذا اللي هو عفوا مش 54 35، المومنت اللي هون 63.10 اعطاك 0.0503 واريا اوف ستيل طيب اكبر من المينيمم واقل من ماكسيمم سنجلي، اريا اوف ستيل 513 شايف 3.16. والمومنت ال 40.6 0.00318 اقل من 0.0333. فلذلك زي الفوقه 340 340 3.12. الشير نيجي له 62.8، نطرح اللود في دي هاي 55.7. في طبعا الفي سي، الفي سي انا هون مش كاتب يعني الفورمولا لانه ضلك تكرر بالجمل. الفي سي انت بتعرف سدس جذر برايم سي بي في دي، فطلع 90. طب لاحظ الفي سي 90، طيب في التيميت على فاي 55.7 على فاي شو طلعت 74.3. اذا فيش في اس، مظبوط؟ في التيميت على فاي، وانتم لابد اللي بالمشروع يطلع شيء زي هيك بالجسر الثانوي، اذا حدا منكم كمل اشياء تمام لابد اللي يطلع معك في الجسر الثانوي زيك، هم بالنهايه زي بعض بيطلع نفس الافكار بتظلها. هذا الجسر زي ما انت شايف في التيميت على فاي 74.3، بصير تطرح 74.3 من 90 وتكتب لي سالب وتاخذ الكميه المطلقه. طبعا عمو مش هيك، صح ولا لا؟ اذا كتبت لك في التيميت على فاي شايفها تحت الفي سي. هسه هذا جسر مش سلابي، ما دام جسر بدك تعمل تشيك في التيميت على فاي شو علاقتها مع في سي على 2 اذا انك دارس. فطبعا في سي على 2 قديش؟ 90 على 2 45، فعندك ال 74.3 اكبر من 45. فحكي لك الكود اذا في التيميت على فاي
جاي ما بين ال VC على 2 ال VC use minimum AV على S. مضبوط ولا لا؟ إذن شو كتبنا؟ use AV على S minimum. و AV على S minimum معك الفورمولا ما هي؟ طلعت ربع. ربع. لاحظ أنا هون صغرت القطر. ومنكم في بعض الطلاب طبعا سألوني على نفس القصة يعني. يعني لاحظ بي 1 وبي 2 أنا كنت عاملهم فاي 12، أنا هون مثلا صغرتهم فاي 10. فتحط فاي 8 أنا ما عندي مشكلة. فتراي فاي 10 كتبت. والاي في 2 في 78 ونص 157 زي ما اشتغلنا هناك. لاحظ 157 على 0.25 شوف قديش طلعت كبيره شايف سبيسنج طلعت 628 مع العلم انه الاس ماكسيمم هي المينيمم اوف دي على 2 او 600 وقديش دي على 2 170 اذا لاحظ ال 628 بتنزلها ل 170 او 150 اذا بالامكان عشان تعمل توفير انت المشكلة انه ذكرت لك انه الكود ما بفضل فاي اقل من 8 ملي يعني لا يستحسن تمام يعني بدك انت تعمل فاي 8 انا ما عندي مشكلة فلو هون بدلنا فاي 10 في فاي 8 بنكون اقتصاديين احسن يعني هي راح تضلها اس عالية اعلى من 150 راح تضلك تكتب يوز واحد فاي كذا كل 150 فالكذا هذا شو لو كان 8 احسن من 10 من ناحية التوفير بس انا هون التزمت ان ما استخدمتش فاي 8 استخدمت فاي 10 ماشي عمو فالسكشن صار جاهز حديد سفلي زي قبل شايفه 3 فاي 12 بوتوم وهي 3 فاي 12 بوتوم هو سيمتري حديد علوي لاحظ هون عملتش قط اوف بارز وكذا لان ندفي ثلاث قضبان فاذا هذا شايفه هذا الجزء هذا الضرب قضبان شايفهن عند النص يعني هذا بالضبط شايف هذا الخط نص هون لو انا رسمت لك هون خط ونص المسافه من هذه النقطه لهذه النقطه على النص وطبعا التشريك درسناه فاكر التشريك 1.3 ال دي تي لانك فاكر ال دي تي معك فورمولا اضرب 1.3 طبعا لما تضرب 1.3 وتطلع رقم انت بالضبط الرقم مش يطلع 59 سم ونص مثلا لذلك طبعا انا مش راح اعقدك يعني انت يعني حتى لو رسمت لي اياهم بالنظر بس المهم انهن مبينات انهن هندسيات انا ما عندي مشكله المهم اني اعرف انه انت فاهم انا مش شرط يعني بالملي تقعد ترسم فإذا يا جماعة يا محترمين هذا توب بارز 3 فاي 12 شايفهم وهي هذول توب بارز 3 فاي 16 توب بارز 3 فاي 12 تمام عمو وهي شايف المسافة كتبت لك إياها كاملة 1 في 10 كل 150 هسا إذا أنت شفت إنه ال 1 في 10 كل 150 شايفها مثلا كثيرة مع العلم هي مش كثيرة لأنها سبان دوبها 5 أمتار صح ولا لا 5 يعني مسافة قليلة لكن افرض بامكانك اللي انت حسبته خليه لربع سبان ربع سبان في النص عشان هذا الجسر ثانوي لو زدتهن عن دي على 2 ما عندي مشكله يعني لو واحد حكى بده 1 في 10 كل 150 1 في 10 كل 150 ل ان لربع ال ان ربع ال ان والنص كتب لي 1 في 10 كل 250 انا ما عندي مشكله ليش؟ لان هذا الجسر اصلا طلع ما بدوش تسليح بالمره صح ولا لا للشير طلع بس بده ايش؟ المينيموم مظبوط ماشي هذا الجسر بي 3 هي شكله زي ما اشتغلنا هناك علاقته مع سلابي شايف اقطار الاعمدي ركز لي في حدا بدا بتصميم الاعمدي في المشروع زي كل مره بنحكي حتى الان عمو في طلاب لسه ما سجلوا عندي المجموعات فمش عارف يعني ماشي ديزاين اوف كولومز بدنا نبدا نصمم بالاعمدي نصمم بالاعمده فهذا نفس طبعا الفلور انا رخص لك اياه يعني رديت رسمت لك اياه مره ثانيه هي البي 1 شايفه قاعد على عمود 2 3 فهذا سي 1 هذا سي 3 سي 1 لاحظ كيف انا رقمت انت لو بدك زي ما حكيت لك سي 1 سي 2 سي 3 ترقم كل واحد شكل او انك ايش بتشوف حسب السيمتري يعني القرن ما دام المسافات كلها زي بعض الأعمدة اللي على الزاوية سي 1 هاي سي 1 سي 1 سي 1 سي 1 هذول اسمهم كورنر كولومز هذا سي 3 وزي هون سي 3 هذا الداخلي سي 4 وهذا سي 2 وهذا سي 2 كأسماء أعمدة هذا اسمه كورنر كولوم هذا إج كولوم كورنر كولوم إج كورنر إج كورنر إج انتيرير كأسماء يعني متعارف عليها عالميا فاحنا مطلوب منا هذول الاعمده التسعه
بس في منهم متشابهات فطلع الأربعة. نحسب على كل عمود كم اللود عليه أكسيال وكم المومنت، طبعا باستخدام الـ SI coefficients اللي احنا تعلمناها مش الإنشاءات البحثية. طبعا هذا الحكي الحكي سابقا، لكن هذا تطبيق يعني على أساس أنه أنت تأخذ على الوضع أحسن. إذا أنا هون شايف راسم لك كل الموديلز مرة ثانية، رسمت لك موديل بي 1 وموديل بي 2 وموديل بي 3 مرة ثانية، هن ثلاث ريمات مهنة، لكن بدناش ال N، بدنا سنتر تو سنتر. تمام، رسمت لك شايف أول شيء على أساس ألتزم لك في الترتيب السابق. الترتيب السابق أنا كنت بادي في بي 2 نفسه، هاي بي 2 شايفه، طبعا اللود نفسه ما غيرت لك إياه، شايف 119.9، لكن ما كتبت لك ال N ال 9.5 نفسه. إذا لاحظ هذا الموديل معك من زمان، 111.9 كيلو نيوتن للمتر، 9.5 9.5. طبعا بدنا نوجد المومنتس، طبعا بهمناش المومنتس الداخليات، بهمنا المومنتس اللي وين على الأطراف بس، أما الرياكشنز بهمنا خارجي وداخلي، لأنهم الرياكشنز هذولا هم أكسل فورسز على الأعمدة مش هيك. هسا الأكسل فورسز زي ما اشتغلناهم بالSI coefficients، يعني هون WL على 2، هون 1.15%، شايف هذا السهم 1.15% W ultimate L، لاحظ مش L N L على 2، ونفس الحكي سبان هذه 1.15% W ultimate L على 2 و W ultimate L على 2، يعني نفس اللي العمل سابقا في الشير بس حطهم على شكل reactions. فهذا طلع شايف طلع 531.5، وهذا 611.3، وشكل سيمتري هذا 611.3، وهذا 531.5. يعني هذا الكولوم سي 2 شايفه من الجسر بي 2 عليه لود 531، هذا العمود سي 4 من هذا الجسر شو عليه سي 4؟ رياكشن هذا زائد هذا صح؟ لأن هذا السهم هون وهذا السهم هون، يعني هذا شير وهذا شير، انت بتعرف من منشات معمارية واحد الشيرين هن رياكشن، لذلك اجمع هذول الرقمين، يعني 611.3 611.3 هن هون الرياكشن هذا اللي هو ايش؟ اللود على سي 4. طب المومنت، مش المومنت هون دبليو تربيع 16 فاكر، ودبليو ال تربيع على 16 ال، شايف ال هون 9.5 مش 9.2، فطلع المومنت اللي هون كم؟ 592. هذا المومنت 592، هذا الجسر بي 2، جسر بي 1 طبعا حسبناه زمان 76، نفس الشيء 76 في 9.5 على 2، 76 في 9.5 على 2 ضرب 1.15%، 76 في 9.5 على 2 ضرب 1.15%، 76 في 9.5 على 2 صح؟ فطلع 361 415.2 415.2 و361، والمومنت هون عمو كم؟ دبليو ال تربيع على 16 زي قبل 428.7 428.7. واخر جسر الثالث نفس الشيء برضه 5.5 5.5، واللود 21 هون 21 في 5.5 على 2 21 في 5.5 على 2 ضرب 1.15%، 21 في 5.5 على 2 ضرب 1.15%، و 21 ضرب 5.5 على 2 فبطلع 28 66.4 66.4 58 تمام. والمومنت نفس الشيء دبليو تربيع 16 39.7 ودبليو تربيع 16 39.7 انتهت. اذا انت هون يعني هذا الكلام مش جديد، يعني نفس المودلز اللي انت كنت راسمهم قبل شويه، بس ربنا بعينك بدل ال 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 ان تاخذ ايش؟ ال تمام. وهذا حكي بسرعه بتعمله، يعني مش انه مشكله تمام. هون حاليا عملت لك زي تيبل صغير كولوم اي دي، يعني كولوم نمبر سي 1 سي 2 سي 3 سي 4 اربع اعمده، حسبت لك على كل عمود شو اللود اللي عليه تمام. طبعا اذا احنا صرنا نتبع هون شو راح نفهم؟ لازم انا شو ارجع لك للشكل الاصلي، اما شو هذا 361 ناقص 58 عارف شو هو. فاذا انت معك الرياكشنز كلها صح، هاي سي 1 سي 2 كتبت لك اياها يعني. مثلا بدنا اللود على ما عندك المودلز كل الموجودات، واهم شيء البلان اهم من الموديل، طلع على البلان
بدك اللود على الجسر، بدك اللود عفوا على الكولوم سي 4. طيب وين سي 4؟ هي هون، طلع هي هون سي 4. اذا سي 4 زي ما انت شايفه هو سبورت داخلي في بي 2. اذا بتروح ركاض على بي 2، هي بي 2 هي سي 4. اذا لود انو هذا وهذا، يعني 611.3 زائد 611.3 سي 4. لاحظ لو رجعت على هي سي 4 كتبت لك 611.3 زائد 611.3 تمام. طيب طلعنا شو عملت. ايضا سي 4 لو رجعت له ما في عليه مومنت لانه عمود داخلي، هيك شرحنا لك زمان. شايف وين راح؟ هاي سي 4، سي 4 في مومنت هون ومومنت هون بعكس بعض. اذا خلص سي 4 شايف فيش عليه مومنت، فيش غير على سي 2. سي 2 هي المومنت، سي 4 فيش عليه. اذا عمو شو كتبت لك هون؟ هاي سي 4 بي التيمت 611.3 زائد 611.3 والمومنت صفر. اذا هذا اللود من طابق واحد صح؟ 611 611 لود من طابق. البي التيمت من 2 فلورز ضربت باثنين. هسه شو هي ال 1.1؟ لاحظت هذه ال 1.1 ماشي، او ممكن تاخذها انت 5% مثلا، انا اخذت 10% علشان ناخذ وزن العمود بعين الاعتبار. تمام، وزن العمود بعين الاعتبار. يعني هل ال 611 و 611 فيهن وزن عمودي؟ فيش، صح ولا لا؟ رياكشن من الجسر. طيب العمود نفسه له وزن، صح انت افترضته 0.3 في 0.3، بس هل هو في الواقع ممكن يكون 0.3 في 0.3؟ بجوز. طبعا بتحب انك تحسب وزن 0.3 في 0.3، انا ما عندي مشكله، وتزيده على هذول. او انا هون عامل خلص رفلي زايد 10%، تمام، زايد، شايف هذا الكلام ضرب 1.1، يعني انا زدت هذا الرقم 10% علشان اخذ وزن الاعمده نفسه بعين الاعتبار. اذا العمود سي 4 عليه لود 1345 من طابق واحد، بي التيمت من 2 فلورز 2 ضرب 1345 2690. تمام، اذا سي 4 عليه لود 2690 كيلو نيوتن. مثلا يا جماعه يا محترمين سي 2 برضه ضد انه تبعنا هون نفهمش شو 566، الله اعلم شو اني، لازم ترجع للشكل سي 2. هاي سي 2 عمو، طلع هذا سي 2، شايفه؟ سي 2 هو عمود في بي 3 او سبورت في بي 3، وسبورت في شو؟ في بي 2. اذا السي 2 عشان توجد اللود اللي عليه الاكسيال لود او اي لود، بدك تروح لبي 2 تطلع على سبورت الشمال، وتروح لبي 3 تطلع على سبورت الداخليه، صح؟ اذا بي 2 في 3، هاي عمو بي 2 هاي سي 2، معناها شايف هاي سي 2، هاي هاي سي 2 هاي سي 2 نفسه هذا الجسر ونفسه هاي سي 2. اذا العمود سي 2 من بي 2 عليه لود شو؟ 611.3 عفوا سي 2 531.5 531.5، وشوفي عليه كمان مومنت 592. طيب شوفي سي 2 من بي 3 تروح لبي 3، هاي بي 3 هاي بي 3 هاي سي 2، فيش مومنت لكن في هذول الرياكشنز اثنين. اذا بدك تجمع للرقم الفوقاني شو؟ 66.4 و66.4. بس لو رجعت للتلخيص هي 531.5 جاي من بي 2 و66.4 و66.4 جاي من بي 3، صح؟ هذا من طابق واحد. ضربت في 1.1 علشان اخذ وزن العمود بعين الاعتبار، فاللود طلع 730.7 والمومنت اذا فاكر 592. اللود من عمودين 2 ضرب 730.4 1465، والمومنت حكينا زمان ما بنضرب. اذا العمود سي 2، العمود سي 2 اللي بيكون حامل طابقين لوده 1461.4 وعليه مومنت 592، وهذا المومنت قلنا نقسمه على 2، ليش؟ شرحنا زمان. فلذلك العمود سي 2 راح يتصمم لاكسل لود 1461.4 ومومنت نصف ال 592. نفس السياسه طبعا بتطبقها ل سي 1، يعني شايف سي 1
طلع جمعنا هذول الاشياء، شو هن هذول الاشياء؟ هيك مش راح نعرف شو هن، لازم نرجع نرجع للشكل C1. وين C1؟ هاي C1. C1 هو الليفت سبورت لبي1 والليفت سبورت لبي3. اذا نروح ل هاي بي1 هاي سي1 معناها عليه لود 365 ومومنت شو 428.7 ومن بي3 برضه هاي بي3 هاي سي1 عليه كمان مومنت 39.7 شايف تو مومنت. قلنا ان احنا المومنت صغير طنشه هذا 39 وهذا قديش 428 صمم هذا المومنت صمم هذا عفوا الكولوم لمومنت شو 419 والاكسل لود 58 تجمع له شو 361 هاي مكتوب بالخراف هون هاي 361 58 1.1 وزن العمود طلع اللود 460.9 اضربه في 2 921.8 والمومنت طنش ال 40 واهتم بال 428 قسمات. اذا بهذه الطريقه حسبنا طبعا هذا الحكي حكيت لك اياه انه اخذنا 10% قال وزن وزن الاعمده وايضا هون كتبت لك الفقره هذه اللي انا حكيت لك اياها انه اذا انك بدك تصمم العمود اللي مش في اخر طابق المومنت بتقسمه على 2 واذا بدك تصمم العمود اللي في اخر طابق المومنت ما بتقسموش على 2 وعللت لك وفسرت لك هذا الحكي من محاضرات ماضيه. ديزاين اوف كولوم سي 4 صار هذا الخراف تطبيق على التشابتر اللي قبل الاخير اللي هو ديزاين اوف كولومز. العمود سي 4 العمود سي 4 ماشي design of column C4 الاكسل لود بالتيميت 2690 كيلو نيوتن. اذا فاكر ما كانش عليه مومنت C4 بس اكسل لود. اذا بنحله زي ما حلينا بالامثله تبعات شابتر الاعمده. تفرض رو رو بتفرضها من 1% ل 3% برجع لك انا فرضتها 1% اذا لت رو بونت او 1 يعني الاريا اوف ستيل رو اي جي صح يعني اس بتساوي 0.01 اي جي. اذا انك دارس في عندنا مثالين على هذا الخراف في التشابتر بي التيميت يساوي 5 بي ام هي 2690 في 1000 علشان نيوتن بتساوي اذا فاكر فاي في لامدا 85% في برايم سي اي جي ناقص اي اس زائد اف واي في اس هي 2690 في 1000 5.65 لامدا 0.8 85% في برايم سي 28 اي جي ناقص اي اس كم؟ اي اس ما هي 0.01 اي جي اي جي ناقص 0.01 اي جي يعني 0.99 اي جي هذا الخراف اف واي 420 والاي اس 0.01 اي جي اشتغل عمه طلعت اي جي 186337 في نص المشروع الاعمده مربعه خذ جذرها جذر ال 186000 بيطلع 432 لو بتحب تاخذ 400 عادي تحب 450 عادي انا اخذت شو 450 لذلك انا عندي العمود 450 ملي 450 ملي والحديدات 0.01 في 450 في 450 هي 2025 وزي ما شرحنا زمان خليت المسافه بين بار والثاني على الاقصى 15 سنتي 150 ملي فطلعت معي زي ما انت شايف سبيسنج 2 3 ثلاث سبيسنجز على 450 ناقص 60 ناقص 60 فبيطلع المسافه بين بار والثاني اقل من 150. اما لو انك حطيت بس بدل هذول اثنين بس واحد لكان مسافه اكبر من 150 ويجوز طبعا يجوز فوق ال 150 او اقل من 150. اما اذا كان اقل من 150 يجوز لك بار بعد بار مربوط بزاويه كانه واذا كان فوق ال 150 يجب انه كل بار يكون مربوط بزاوية كانة. أنا بنصحك علميا ولتصرف الكولوم أحسن خلي المسافة بين البار والثاني تحت ال 150 يعني بغض النظر عن الأساور وعن الكود يعني كعلم أنت نفسك عارف الكونكريت بريتل ماتيريال زي التراب يعني الكونكريت تراب قاسي فهو مادة هشي لذلك اهتم في الستيل. لذلك يا جماعة يا محترمين 450 هاي القضبان 4 2 2 4 صاروا 12 بار 12 بار شايف الاريا اوف ستيل 2025 قسمت على 12 بار طلع البار مساحته 169. شو هو البار شو هو القطر اللي بيعطيك مساحه
169 طبعا حرفي ما فيش في فاي 16 فاي 16 201 تمام. اذا كتبنا 12 فاي 16 يعني 12 فاي 16 قديش 2400 بدل 2025 يعني لاحظ دائما يعني مستحيل انك تجيب نفس المساحه حرف مفهوم يعني. فاذا هذول الحديدات وعلشان انه بار بعد بار مربوط بزاويه كامي عشان السيمتري مضطر انك تربط هذا وهذا يعني الكود سامح لك واحد من هذول تربطه بس اذا ربطت واحد فيهم بصير مش سيمتري. اذا استخدمنا معنا ثلاث اساور في سواره او طاي على كل السكشن كلير كفر 40 ملي وفيها يا كاني هون وفي كاني ثاني هي هون وزي ما اتفقنا مع بعض الهوكس بدلهم يعني هوك هون هوك هون هوك هون مش كلهم تلاقين في نفس الزون يعني. وزي ما ذكرنا هذه الديتيلينج مهمه جدا هي ما دام البيت ما عليهوش احمال زايده مش راح يبين معك يعني هي دارنا وداركم في هنا العمدان وهالاساور مش عارف شو هي الدار خير وبركه لكن وين انت بكشف الديتيلينج واشياء زي هيك اذا تعرض البيت لاحمال خارجيه مأخوذي او غير مأخوذي بعين الاعتبار تمام. فلذلك يا جماعه يا محترمين هي 3 فاي 10 قديش سبيسنج زي ما حدثنا سابقا اس اقل او تساوي 450 اللي هي الليست كولوم دايمنشن او 16 قطر القضبان الرئيسيه او الطوليه او 48 قطر السواره. السواره انا هون ماخذها 10 ملي 48 في 10 480 16 في 16 256 و 450 لليست كولوم دايمنشن طلع معك شو؟ اصغر واحد فيهم 256 رقم براكتيكال 250 فكتبت لك 3 فاي 10 كل 250 هذول اساور طوليه زي ما انت عارف. ماشي عمو؟ فانت في مشروعك بدك هيك كل كولوم ترسم له سكشن ومش غلط ترسم سكشن طولي مقطع طولي. وحدثتك زمان اذا بترجع للمحاضرات الماضيه رسمت لك مقطع طولي في عمود على اساس انه الواحد يعني هيك يفهم الوضع. يعني مثلا انت بامكانك ترسم حتى لو نوت تو سكيل بس المهم يكون معبر يعني مقطع طولي في تيبيكال كولوم يعني مش شرط في العماره كامله تيبيكال كولوم يعني مقطع طولي ماشي جنرال فبيبين معك البيمز ماشي بيبين معك الكولوم أبف وهذا الكولوم اللي انت بدك تهتم في وضع الداتا له تمام. فبتقدر تكتب هون جنرال يعني ديتيل جنرال ديتيل فهذا الكولوم طبعا انت معك ما هو كل شيء انت هم الطوابق موحده يعني مش غلط انك تحط دايمنشن لاين انت معك ما انت مصمم بتصير عارف قديش عمق الجسور وعارف ارتفاع الطابق اللي معطيك اياه عشان بدك ترسم مقطع طولي يبين معك فبترسم مقطع طولي تمام وبتحط الحديدات طبعا مش شرط هذا الحديد حرفي نفس اللي انت مصممه تقدر تحط ثلاث قضبان بس كشيء تعبيري يعني هاي بار شايف البار وين بده يجي بده يغطي بس اجت مايلي هون معنا عشان تشارك مع الطابق الفوقاني صح. لو رسمت ثلاث قضبان كيف هسه الطابق اللي تحته بده يكون ايش مظبوط مش هيك ترسم عوجيه هاي هيك وهذا الطابق برضه مو بكمل مش غلط تورجي العالم لما بدك تشرك هذه المسافه تعلمناها 1.3 ال دي تي معك مثلا قضبان 16 ماشي بتكتب او مثلا انت بتحسب لو بدك افرض عندك انت قضبان مثلا 14 16 مثلا انت لو بدك بتحسب مش معك الفورمولا ما هي 0.48 اذا فاكر اف واي على جذر اف برايم سي في ديامتر للبار والسبلايسنج لينك ضرب 1.3 يوجد هذا الرقم من غير هذا الدي بي طلع معك مثلا هون 50 فانت شو بتقدر تكتب 50 دي بي فالبنا بصير خلاص عنده قضبان 16 بضرب 50 في 16 80
80 سنتي هيك. فهذا الحكي عالميا موجود، انت بامكانك مش تكتب المسافه حرفي، خلاص 50 قطر البار، 60 قطر البار، حسب شو بيطلع معك في الفورمولا. هذا الكلام بصير. او بدكش مثلا تغلب الوضع، انت عندك قضبان مثلا 12 14 16، بروح انا بحسب ل 16 عشان اكون سيف سايد، بيطلع معي مثلا 800 ملي، بكتب 800 ملي. فالبنا بغض النظر شو القطار ماشي بشرك شو 800. فانت طبعا برجع لك انت، وزي ما حكيت لك سابقا الاقتصاد مهم، يعني مشروع ضخم جدا بيفرق. مثلا القضبان 12 لو شركهم مثلا 600 ملي فرضا، قضبان 14 700، قضبان 16 800، او يشرك كلهم 800 وعمارات مختلفه وطوابق متعدده، اذا شو عمه بكميات صح. فهيك بتقدر تكتب. والاساور ماشي يعني 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 بهذه الصوره، هاي التشريك بهذه الصوره ببين يعني يعني البنا بصير يعرف وين يشرك الحديدات وقديش الحديدات وكيف بيحسب اطوال الحديدات. يعني هذول الحديدات قديش طولهن من الشكل، شايف هذه المسافه هاي من هون لهون الفاضي زائد عمق الجسر زائد شو مسافه التشريك. لذلك البنا لما بده يشتري الحديدات او بده يكتب الحديدات لصاحب الدار يشتريهم ماشي بيكون عارف بالدقه. يعني كثير مرات بيكون في اشكاليات بين صاحب الدار والبنا وبين المهندس والبنا ولا صاحب الدار مش عارف شو. السبب الاساسي كل الديتيلينج، كل واحد مركن انه الثاني بفهم. فهذا الكلام بزبطش عمو، زي ما حكيت لك كل ما كنت مهندس مميز ودقيق دائما يعني بتكون افضل ماشي. فهذا يعني شيء كويس بلزمك يعني. ماشي عمو. في ديزاين اوف كولوم سي 2، انا هون اصمم لك عمودين تمام. هسه في مشروعك انت مطلوب منك طبعا تصميم كل الاعمده، لكن زي ما حكيت لك تقدر تعمل جروبس. يعني مثلا في عندي اربع اعمده مثلا ما عليهنش مومنتس بالمره، أربع أعمدة ما عليهنش مومنتس، عليهم بس أكسل. هذول الأربع أعمدة مثلاً 2000 1900 1800 1850 خلص 2000 وخلصنا. لكن هذول الأربع أعمدة عمودين كراب على الألف بألتمت وعمودين كراب على الألفين، بقدر أصمم مرتين، مرة لألف كيلو نيوتون ومرة لألفين كيلو نيوتون تمام عمو. طبعاً أنت حر بدك تصمم كل كولوم لحال برجع إليك، أما بقول إنه في البراكتس والواقع يجوز انك تقرر، بس مش كثير يعني الألفين والألف تعملهم جروب واحدة، لا صح ولا لا؟ الألف جروب والألفين جروب. اذا ديزاين اوف كولوم سي 2 اخر شيء، يعني انا راح اخلي لك يوم الاربعاء بس فوتينج، لانه بصيرش يعني قانون لازم انا التزم، يعني اعطيك يوم الاربعاء طبعا محاضره وفي بالفوتينجز. يعني هو في عندنا مثال على الفوتينج، واهم شيء زي ما ذكرتك زمان انك تسالني انت صح. في منكم بيسألون على المسنجر بعض الأشياء، بس يعني سؤال بسيط بيكون، يعني طبعا دليل إنكم فاهمين المادة ورائعين جدا معناها. إذا حدا بيسأل إيش معناها كل شيء ألف ألف، أو لا سمح الله بالعكس. Design of column C2، Design of column C2. الكولوم C2 يا جماعة يا محترمين لو ترجع للداتا بألتمت 1461.4 كيلو نيوتن، والمومنت 592 وقسمته على 2، شرحت لك ليش؟ لأنه البيم المومنت اللي له باخذه كولوم ابف وكولوم بيلو، يعني طابق العلوي والطابق التحتاني، ف 592 على 2. اذا هذا الكولوم رايح اعمل له ديزاين بدي اياه يحمل اكسل لود 1461.4 ومومنت 296. اذا صار عندنا نوعين من الاعمده، عمود في عليه اكسل وعمود في عليه اكسل زائد مومنت، واذا بدك الاصل فيه كمان ثالث صح، عمود عليه اكسل وايش؟ تو مومنتس. لكن احنا يعني مش راحين نهتم بالتو مومنتس، فانت بتلغي المومنت الصغير وبتركز على المومنت الكبير. فاذا البي التيمت 1461.4 والمومنت 592 كيلو نيوتن متر على 2 اللي هو 296. فلذلك يا جماعه يا محترمين لاحظ انا هون مثلا كتبت تراي 450 في 450، يعني جربت العمود اللي طلع معي هون، شايف هذا العمود طلع عليه 2690 بس مش مومنت. لاحظ 2690 مش مومنت، هذا نصه طلع قديش 1460 بس في مومنت 296. انا قلت يعني اجتهاد
بجوز يصير بجوز يكونوا زي بعض، بجوز يكونوا زي بعض. ليش؟ لأنه صح هذا الاكسل أقل لكن المومنت أزيد، فاحتمال. فهذا طبعا زي حكمة معينة، أما مش شرط تكون دقيق الكلام. فإذا أنا اقترحت، شايف كتبت تراي من غير أي رياضيات، شايف مباشرة قلت خليني أجرب، يعني في النهاية ضبط أهلا وسهلا، ما ضبط أهلا وسهلا عادي جدا يعني. فتراي 450 ملي في 450 ملي. طيب إذا مباشرة شايف تروح على الشيتس مباشرة، شوف قديش الحل قصير. إذا جاما إذا فاكر اتش ماكس كفرين على اتش 450. أنا مثلا أتوقعت حديد 16 مشان أفوق عمليه 16، قلت بجوز الثاني يطلع 16، فلذلك 450 ناقص 2 في، احنا هذا الحكي اخذناه 60 فاكر؟ 450 ناقص 120، انت حر بدك تكتب 450 ناقص 120، بدك زي هيك 40 زائد 10 زائد 10، انا هون اخذت 8 تمام؟ لذلك جاما طلعت 0.742 يعني 0.75 ماشي؟ اذا جاما 0.75 يا جماعه يا محترمين، هذه جاما. اذا فاكر بدك تروح للشيتس وبدك تحط النقطة فاي بي ان على البي اتش وفاي ام ان على البي اتش تربيع. فاي بي ان اللي هو الاكسل لود 1461 شايفه؟ 1000 على في 450 واتش 450 وسبعة إذا فاكر علشان نحول من ميجا باسكال إلى كي اس اي كيب بر انش سكوير. فطلع معك الفاي بي ان على البي اتش كم؟ 1.03. روح للفاي ام ان على البي اتش تربيع، الفاي ام ان هي نفسها شو عمو؟ المومنت هاي 296 في 10 كوب 6 على بي اتش تكعيب، ما هي بي والاتش زي بعض، اذا 450 تكعيب على 7 بيطلع 0.46. طبعا انا هون مباشره كتبت فروم بي ام اللي هو الاكسل لود بندنج مومنت تشارت او دياجرام او شيتس ذا كولوم سايز از اديكويت اند رو 2%. تمام طبعا انا هون مش مبين بس هو معك الشيت، انت روح لشيت اللي مكتوب عليها جاما 0.75، اعتقد في شيت صح مش هن 0.6 0.75 0.9، هو ما فيش داعي للانتربوليشن لانه طلعت الشيت خلاص جاما 0.75. لاحظ هي 0.742 بس يعني شيء قريب. اذا رحنا للشيت اللي مكتوب عليها جاما 0.75 وقعنا النقطه 1.03 و 0.46 طلعت رو كام؟ 2%. تخيل عمو يعني هذول العمودين لهم نفس السايز 450 في 450. العمود الاولاني اللي عليه حوالي 3000 كيلو نيوتن وصفر مومنت طلعت رو 1% عشان فرضناها 1%. لكن هذا العمود اللي عليه نصف اللود تبع العمود الثاني لكن بسبب المومنت شوف كم احتاج حديد ضرب 2. لذلك المومنت هو اللي بخلي الحديد كثير في الاعمده. فلذلك يا جماعه يا محترمين هاي الاري اوف ستيل 0.02 في 450 450 طلعت معنا 4050 ملم مربع 12 فاي 22. هسه واحد بيقول ليش ما نرجع نغير الكفر ومش عارف شو، مش داعي خلاص هاي 12 فاي 22. التايز طبعا تحرك ترجع التايز اس اقل او تساوي ليست كولوم دايمنشن 16 في قطر البار و 48 في الكاني، اصغر واحد فيه 352 براكتيكال 350، هي نفس الديتيلي تبعت سي 1 حرفي نفس الشكل العام تمام، لكن كتبنا هون 12 فاي 22 بدل 12 فاي 16. طبعا مش شرط تلتزم 12، هسه في مانع انك تزيد بار هون وبار هون وبار هون وبار هون يعني اربعه قول 16 فاي بس مش 22، لا بصير يعني عادي. يعني الحديدات قديش هن يطلعن؟ 4050 صح؟ 4050 قسم على 16 بار بيطلع 253 يعني فاي 18. ما في مانع انك تكتب 16 فاي 18 عادي، بس طبعا لك تزيد واحد هون بالضبط هون تحطه عشان السيمتري، مش هون ولا هون، هون طبعا لما تحطه هون تعيد توزيع المسافات خليه منتظمات، مش تخلي هذا وساع ضيق وساع، بده يكون كله سيمتري عمو. بس يعني تضيف واحد هون، تضيف واحد هون، واحد هون، واحد هون، مش جرب تضيف بس واحد هون او واحد هون، لازم على الداير احنا اللي بنشتغل عليه كله سيمتري تمام، لانه الشيتس اللي احنا استخدمناها سيمتري.
فلذلك هذا الوضع. هسه هذا الموضوع الاخير نخلي لك اياه ليوم الاربعاء ان شاء الله، ديزاين اوف فوتينجز. فبضل عندنا ديزاين اوف فوتينجز، واي سؤال برضه بنجاوبكم عليه يوم الاربعاء.